في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقائها الأفارقة، فقد استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في كافة المجالات الشرطية، بينما أعرب الوزير القمري عن اهتمام بلاده باستفادة الكوادر الشرطية القمرية من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والقمر المتحدة تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام المنشأ حديثا لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام، كما شاهد جانبا من التدريبات العملية لطلبة كلية الشرطة على المهام الأمنية المتنوعة. الوزير القمري زار المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية الكبيرة لإثقال مهارات رجال الشرطة بما يؤهلهم لأداء أصعب المهام. تضمن برنامج زيارة وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة قطاع الأمن العام، حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية فك لغز الجرائم المتنوعة. وفي ختام الزيارة أهدت وزارة الداخلية المصرية إلى وزارة داخلية جمهورية القمر المتحدة كمية من المساعدات التي تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة لأداء المهام الأمنية بها، وهو ما يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني، وانطلاقا من إيمانها بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول القارة.